وأمراض. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن التأخر اللغوي عند الأطفال مع ضيفتنا اختصاصية النطق والسمع روز عيسى عبد الغني في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم أخت روز. روز. وعليكم السلام، أهلا فيك أخي. موضوع التأخر اللغوي واللغة في البداية، نتحدث عن التعريف في البداية، تفضلي. أول شيء برحب بالمستمعين، ومثل ما عرفتوا أنه اللغة طبعا هي الوسيلة الأساسية اللي بيستخدمها الإنسان وبتميز فيه عن باقية المخلوقات. هلأ أنا اليوم رح أتكلم عن التأخر اللغوي والاضطراب اللغوي بشكل عام. طبعا مثل ما بنعرف أن اللغة هي عبارة عن نظام من الرموز المتفق عليها في ثقافة أو أفراد معينين، بحيث يكون هذا النظام مضبوط وضمن قواعد محددة. طبعا مثل ما بنعرف أن الطفل يبلش باكتساب اللغة من أول، يعني منذ الولادة، وبتتطور هذه اللغة وبتتمايز مع نموه وتطوره. وعادة أن الطفل بيكتسب في البداية اللغة الاستقبالية، يعني أول ما بيجي الطفل بينولد بالأساس يكون عنده الفهم للغة قبل استخدامها، بعدين بتتطور هذه القدرات العقلية والجسدية عشان ينمو جسده، يقدر أعضاء النطق قادرة على التعبير عما في ذهن الطفل من خلال النطق بالكلام. طبعا يعني كتير مهم حتى بالنسبة للأهل يعرفوا المراحل اللي مراحل اكتساب اللغة أخت روز. نعم. هلأ مراحل الاكتساب اللغة في عنا أول شيء بقسموها على مرحلتين أساسيات. مرحلة ما قبل اللغة اللي هي برينغوستيك ستيج، هي مرحلة اللي قبل إنتاج الكلام والجمل، وتشمل مثل البكاء، المناغة، البأبأة، والرطانة اللي هي الجارجون سبيتش، واللغة الخاصة اللي بيستخدمها الطفل قبل الكلام. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة اللينغوستيك ستيج، المرحلة الكلامية اللي بيبلش فيها الطفل يبدأ بالكلام باستخدام كلماته الأولى، وعادة ما بتبدأ هاي ما بين 10 شهور ل12 شهر. هلأ أنت بتحب أحكي لك عن كل عمر إنه كيف اكتسابه للغة؟ بهمنا نعرف المراحل أو المخطط الزمني أو المراحل الزمنية. نعم، يعني حتى أنا كأب أو كأم أعرف إذا كان عمر ابني على سبيل المثال سنة أو سنتين، ولنفترض يعني لم ينطق سوى بكلمات قليلة أو معدودة. نعم. هلأ أنا هتكلم بشكل مختصر. نعم. من الطفل يعني منذ الولادة لعمر 6 سنوات. هلأ منذ الولادة ل3 شهور إحنا بنشوف أن الطفل بس يا بيبكي بيضحك بيتفاعل بالمناغة. من 3 ل6 شهور ببلش الطفل يصدر أصوات لغوية غير أصوات العلة اللي هي غير الآ والصوائد، ببلش يحكي الباء الغاء. من 6 شهور ل12 شهر ببلش يستجيب للأوامر البسيطة، لما أطلب من الطفل اجلس بيجلس، أعطيني بيعطيك، ببلش يميز أيضا أفراد الأسرة، وبيبدأ يستخدم الكلام اللي هي بابا وماما. وعادة الأهالي أول ما يبدأ الطفل مثلا بيستخدم كلمة بابا أو ماما بيقولوا أنه بحب أبوه أكثر أو بحب أمه أكثر، هي فعليا ما إلها ارتباط مثلا بمدى تعلق الطفل بالأب أو الأم، هي قدرة الطفل أنه مرات بيكتسب الباء قبل الماء أو الماء قبل الباء، بس مش هي مثل ما بيربطوها الأهالي. هلأ من عمر السنة لعمر 18 شهر ببلش الطفل يستخدم من 5 ل10 كلمات، بيتبع الأوامر البسيطة اللي بتنطلب منه ويستخدم كلمتين، وبتزداد في نهاية يعني لما يصير بحدود 18 شهر بتصير 20 كلمة يستخدم. هلأ من 18 شهر يعني من سنة ونص لسنتين ببلش يفهم الطفل، يفهم مش ينتج، يفهم 250 كلمة ل300 كلمة. بصير يكون جمل بسيطة ويستخدم برضو من بين هالأفعال. بيبدأ يستخدم أمرين، ينفذ أمرين بسيطين مثل مثلا افتح الباب وأعطيني القلم، هذه الأمرين بسيطين. نعم. ببلش يستخدم جملة من كلمتين مثل بابا راح، ماما تعالي، يركب الكلمات مع بعض تعطيه جملة من كلمتين.
وبيبلش ايضا يعطيني حوالي 50 كلمه، يعني الطفل بحدود السنتين لازم يكون عنده مخزون لغوي بقرابه 50 كلمه. هلا كل ما بيكبر الطفل بالعمر طبعا رح يزداد مخزون اللغوي بشكل مضاعف اكثر واكثر واكثر، يعني من سنتين لثلاث سنين بصير يكون جمل من كلمتين لثلاث كلمات، بتصير كلامه حتى بشكل اوضح بنسبه 80% لانه جهاز النطقي نضج صار اكبر. نعم. من 3 لـ4 سنوات بصير يستخدم حوالي 500 كلمه ويفهم بقرابة 900 كلمة، يعني لاحظنا كيف أنه الزيادة السريعة. هلأ من 4 لـ5 سنوات بيبدأ برواية القصص، بيستخدم جمل ذات انسجام نحوي وصار في مشابه أكثر للكبار، بيفهم بقرابة 1500 كلمة لـ2000 كلمة وبيستخدم 500 كلمة لـ800 كلمة. فطبعا المراحل اللي بيكتسب فيها اللغة الطفل في مستويات أساسية عليها بيتطور الطفل. طبعا مثل ما بنعرف أن اللغة هي 5 مستويات أساسية: مستوى صوتي اللي هو كيف أنه مخارج الأصوات وطريقتها، مستوى نحوي اللي هو كيف مثلا يكون الجمل، مستوى صرفي اللي هو بناء الكلمة نفسه مثل الجمع، الأفعال الماضية، الأفعال المضارعة كيف يقدر يصرفها، والمستوى الدلالي والمعنوي اللي هو كيف فهم المفردات والجمل وعلاقتهم ببعض، وآخر شيء اللي هو المستوى الاستخدامي. فأي اضطراب في هذه المستويات هو اضطراب لغوي للطفل. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، وموضوعنا عن التأخر اللغوي مع ضيفتنا اختصاصية النطق والسمع روز عيسى عبد الغني في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي. طيب استفسار عن ازدواجية اللغة في البيت، يعني بمعنى إذا كان في البيت هناك من يتحدث اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى أجنبية غير اللغة العربية، هل هذا أيضا يؤثر بالنسبة للأطفال نتكلم؟ أكيد من المؤكد طبعا دمج اللغتين مع بعض للطفل. هل عادة الطفل قادر أنه الطفل الطبيعي قادر أنه يكتسب 4 لغات بشكل صحيح بنفس الوقت، لكن إذا تعرض للأربع لغات بشكل صحيح فإنه رح يكتسبهم. عادة إحنا إيش بصير عنا؟ إنه الطفل بعرضه لبيئة للغة عربية وبعرضه للغة إنجليزية وبدمج ما بين اللغتين بطريقة خاطئة. يعني أنا إذا بعلم طفلي أي لغة لازم أستمر معه بنفس اللغة بنفس قواعدها بنفس طريقتها بنفس مفرداتها، ما أدمج ما بين لغتين. يعني إحنا بالنهاية بصف الطفل عنده لغة مكسرة غير سليمة لا نحويا ولا صرفيا. عادة إحنا يعني المدارس تستخدم اللغة الإنجليزية، فالطفل رح يكتسب اللغة الإنجليزية هيكتسبها لأنه كل المنهاج كل القراءة كل الأطفال بيتفاعلوا مع بعض باللغة الإنجليزية. اللغة العربية وهي لغة الأساس هي شوي أصعب من اللغة الإنجليزية حتى للطفل كمخارج أصوات كتركيب، ومعروف أن اللغة العربية يمكن أصعب من اللغات، لكنها مش صعبة أن الطفل يتعلمها إذا تعرض لها بطريقة صحيحة. فأنا دائما بنصح الأهالي أنه بالبيت دائما احكوا مع أطفالكم باللغة العربية بشكل صحيح، دائما اقرأوا لهم قصص، دائما تواصلوا معهم بينهم وبين أخوتهم حتى باللغة العربية وشجعوهم على هذا الإشي. اللغة الإنجليزية سهلة، سهلة المخارج، سهلة الحروف، سهلة القواعد، ما في تذكير وتأنيث مثل اللغة العربية، فالطفل بيكتسبها بشكل أسرع. ازدواجية اللغة عادة بتصير لما أنا ما أعرض للطفل بشكل صحيح اللغتين، فهو الطفل لا يعني ما رح يكون جملة سوري لغة صحيحة لأنه ما تعرض لها بالطريقة الصحيحة. بالنسبة لي طبعا تكلمنا عن مراحل اكتساب اللغة، وأيضا تكلمنا عن تعريف اللغة والمقصود أيضا بالتأخر اللغوي وليس تأخر الكلام، يعني حتى هناك فرق، ما هيك؟ بالنسبة للتأخر اللغوي وتأخر الكلام. أنا راح أحكي عن اضطراب اللغوي خصائصه بشكل عام. هلأ الاضطراب اللغوي أنه عادة في له 3 مراحل، إنه يتأخر في الكلام الأولي، يعني هو من الأول ما بيبلش ينمو الطفل بيتأخر ما بينتج ولا كلمة مثلا لسنة ونص لسنتين. المرحلة الثانية أو النوع الثاني سوري اللي هو التباطؤ في سرعة اكتساب اللغة، يعني إن الطفل عمره 3 سنين ومخزون اللغوي مثلا 30 كلمة،
احنا قلنا انه 3 سنين مفروض يكون مخزون اللغوي عالي. ثالث اضطراب اللي هو الوصول لحد معين من الاداء اللغوي والتوقف عنده. عاده بنلاقيها هاي عند اطفال الداون اللي هو متلازمة داون، إن هما بتحسهم وصلوا لحد معين في اللغة وتوقفوا، بطلوا قادرين إنهم يطوروا من اللغة اللي عندنا. هلأ إحنا كل يوم في حياتنا أي إنسان قادر إنه يتعلم لغة، يعني قادر إنه يتعلم ولو مفردة جديدة تضيف للغة، يعني تعلم اللغة مش لا يتوقف، يعني كل ما الإنسان بيكبر كل ما بيتعلم أكثر. نعم. نأخذ هذا الاتصال الأخ أبو حمد. ألو، السلام عليكم أخي العزيز. السلام عليكم. يا مرحبا، تفضل. استفسار بس سؤال، يعني لما يكون في الأسرة يعني طفل واحد يصير مع هذه المشكلة اللي هي التأخر أو التأتأة أو هذه، نعم، هل هناك يعني ممكن تكون آثار لاستخدام الأم الأدوية، آثار جانبية مثل الغدة الدرقية، يعني اللي هي الأشياء اللي تحتاج دواء على طول؟ رقم اثنين، يعني انا اتصور يعني مجرد تصور ان يعني التربيه نفسها او يعني البيئه نفسها اللي هي تحصل مثلا الاب او الام او حتى مشكله الشغاله، التأنيف يعني بشكل كبير يخلق مثلا ردة فعل عند خاصة الأطفال في مرحلة العمر الصغير. نعم. أنا أتوقع يعني يكون لها دور في قضية إنه يعني تركت عند أثر سلبي بالنسبة للتدعم. نعم. ثانيا هي المشكلة الكبرى اللي هي قضية يعني المصادر السمع لديه من أكثر من مصدر، يعني من التلفزيون، من الشغالة، من الأب، يعني اختلاف المصادر بدون ما يكون هناك تركيز على نوع معين. نعم. بقى كثير مع الشغالات يتكلمون لغة معينة، يعني قد تكون هذه تخلق عندنا نوع من الاضطرابات. نعم. في قضية بس أنا اللي أسألي يعني لو كانت المسألة يعني تأثير الأدوية اللي هي اللي استخدمها الأم فترة الحمل لها دور في هذا الموضوع، وقضية طفل من بين الأطفال هل ممكن تكون يعني في مثلا عند أكثر من طفل في العائلة عندها المتأخر أو التأتأة أتوقع أنها مرتبطة بها، وأنا أتوقع كذلك السمع، ناس كثيرين ما ينتبهون لأبنائهم. نعم. أو يكون فحص روتيني للسمع عنده. نعم. فبالتالي ما يتلقى وبذلك يتأخر في التعلم. اسمعوني طولنا. شكرا لاتصالك أخي أبو حمد. طبعا من جواب على هذه الأسئلة مع ضيفتنا اختصاصية النطق والسمع روز عيسى عبد الغني في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل في دبي. السلام عليكم أخت روز. أهلا فيك. وعليكم السلام. طيب الأخ أبو حمد كان قبل الفاصل قد سأل عن 3 أشياء أو 4 أشياء تقريبا، إذا كان لدى هناك طفل واحد وهناك اضطرابات في الكلام أو التأتأة، هل الأدوية بالنسبة للأم تؤثر إذا كانت الأم مصابة أو لديها مثلا اضطرابات في الغدة الدرقية أو غير ذلك؟ هذا سؤال. هلأ بداية الطفل الوحيد أكيد رح يتأخر، يعني عادة لما يكون طفل وحيد بالعائلة ما في حوالينه أطفال تانيين يتعلم منهم، ما في بيئة محفزة للغة، بتحس الطفل الوحيد دائما رح يتأخر. هلأ أنا دائما بشجع الطفل الوحيد إنه مجرد ما إنه يبلش عمره 2 نحطه بنيرسري بحضانة أو بروضة على أساس إنه يتفاعل مع أطفال تانيين من نفس جيله من عمره، لأنه إذا كانت الأم بتشتغل والأب بيشتغل والطفل طول الوقت قاعد مع الشغالة هيكتسب، يعني ما أحيانا الأطفال بتكون مفرداتهم كتير قليلة، أو بيكتسب اللغة اللي هي لغة اللي بتواصل معها بينه وبين الشغالة إذا كانت لغتها مكسرة. عشان هيك أنا دائما بنصح إنه الطفل ينحط بنيرسري. هلأ كمان سألني الأخ أبو حمد عن الأدوية. هلأ عادة إحنا الطفل لما يتأخر عنا لغويا أنا باخده بعمل له فحص طبي شامل، يعني أنا بفحص طبعا بناء على المعطيات اللي عندي إذا كان هو بحاجة لإلها، يعني أنا عادة بفحص السمع، بفحص الإدراك، بفحص السلوك، بفحص الجسد عنده. فإذا كانت الأدوية إلها تأثير أكيد الطبيب المختص رح يبين عنده بالنتائج الفحوصات هذا الإشي. كمان سألني عن السمع. طيب. في عندي أسئلة أخرى لكن عندي الأخ أبو سلطان معي على الخط. السلام عليكم أخي العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله دكتور بسام شحاوي. الحمد لله. طيب. يا مرحبا تفضل. أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك، تحية لميرة وناصر، وكذلك نوجه تحية لضيفتك الكريمة روز ولجميع المستمعين المتابعين وياك. روز روز اسم وردة يعني. تفضل. الله يخليك. أنا سؤالي دكتور ضيفتك الكريمة، عندي بنية عمرها كم عمرها يا ربي، مواليد 2011، عندها حرف السين وبعض الحروف تي يعني تحسينها تي يعني نطقها يعني مش بشكل صحيح ولا بتكتب حرف ثاني، تحسينها شين تقولها كأنها تقولها شين تلي عرفتي مشوه يعني، وحرف الصاد نفس الشيء، الصاد والزين كمان هي. وانا يعني اقول اول كنت اقول قبل يمكن على اساس انها توها صغيره ويعني الامور شويه، لكن لا لين الحين بعدها ما زالت، وانا اسمع بعض الناس هم يكونون كبار وينطقون الحروف اللفظه الجانبيه هاي من هي نعم نعم طبعا غير عن حرف الراء المعروف عند بعض البعض. صح ف يعني انا هل هذا بيستمر وياها على طول؟ هل في امكانيه اسنانها بالامام سليمه ولا عندها مشكله بالاسنان؟ اذا قلنا عن اسنانها مشاكل الاطفال، انا عندي مثلا بنت اختها الاكبر منها ما ظروفها رايحه فيها، لكن نطق الحروف طبيعي، لكن هي هلا اسنانها الموجوده شكل الفك عندها سليم، اسنانها الاماميه موجوده موجودة. معناته هاي بتكون لدغة جانبية، يعني هاي يعني عند أخصائي نطق، لو بتشوفها عندي على العيادة بس مجرد أني أقبلها على طريقة وضع اللسان بشكل صحيح وإطباق الأسنان لإنتاج الأصوات الصفرية، هاي المفروض تروح معها. هاي اللدغة الجانبية بتصير بتضل مع الناس لكبر، يعني أنا أجتني ناس كبيرة يعني بالعمر مجرد بتدريبات معينة راحت منهم، فهي ما بتروح إذا تدرب الطفل عليها من عمر صغير بتكون أسهل، يعني إذا أجت خلال كم من جلسة معينة بس إني أدربها على طريقة مخرج الصوت بشكل صحيح المفروض الطفلة تكتسبها، إذا تأخرت عليها رح تفضلها متعودة على النمط الخاص وتستمر معها. فعشان هيك لسه صغيرة بعمر 6 سنين 7 سنين، إحنا عادة الأصوات الصفيرة بتكتسب بحدود 5 سنين، فالمفروض تكون مطلعة حرف السين بشكل واضح. هلا بس هي عندها مشكلة في السمع دكتورة شوي. إذا مشكلة بالسمع إشي تاني عادة. لا بس لا عفوا السمع يعني مثل ما تقولين حديثة، يعني خلنا نقول مش من زمان يعني ما تسمع زين، وديناها المستشفى واحد نسبة سماعية. لا هي ما عندها يعني قصدي هم فحصوها وقالوا سمعها سليم. نعم. بس هي حاليا عمليا عندنا في البيت لا ما تسمع. يا يعني تزاقرها يعني تزقر عليها. نعم. يلا تسمع مرة مرتين. انتباهها وتركيزها ضعيف. فرط حركة عندها. لا. نعم. أمورها عادية بالنسبة للانتباه والتركيز. والحركة عادية صح، عندها شوية حركة بسيطة زيادة يعني، ولكن طفولية يعني. مخزونها اللغوي سليم كويس. لا هي أوكي يعني بشكل عام زينة يعني في مستوى سنها يعني زين ممتاز يعني. طيب أنا بنصحك بس تعملي لها فحص سمع تأكيد، لأنك أنت سووها دكتورة في المستشفى الحكومي. نعم. قالوا إن سمعها سليم، مع إن أنا أقول لك يعني قياسيا يعني نحن عندنا في البيت لما نختبرها اختبار عادي يعني لازم تزقر عليها مرتين يعني. لازم عاده يعني نعم عاده فيما يتعلق في هذا الموضوع اما ان يكون هناك فرط حركي وتشتت الانتباه، يعني فرط حركي مو بالضروره طبعا تكون كثير يعني عرفت كيف، او مثل ما ذكرت الاخت روز قد يكون سبب السمع، لكن طالما الحمد لله انه عملت الفحوصات انا اعتقد انه بحاجه الى تقييم بشكل ادق وافضل. نعم لانه هناك مشكله ما قد تكون هذه المشكلة بسيطة جدا وهذا نعم، لكن تفاصيل أكثر عشان الواحد يقدر يجاوب بشكل صحيح. نعم يعني طيب تحتاج إلى تقييم، وأنا إذا حبيت أخي أبو سلطان أنا بتواصل معك بعد البرنامج وإن شاء الله يعني فينا نفيدك. طيب خير إن شاء الله. شكرا لاتصالك ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. نعود إلى الأخ أبو حمد، كان سأل أيضا عن البيئة وأيضا مثل ما حكينا أنه في دور التعنيف بمعنى سواء من الأب أو الأم أو الشغالة أو حتى الأخ الأكبر يعني. هلأ
هلا البيئة طبعا لها دور أساسي في تطوير اللغة. هلا شغلة العنف كمان مرات الأطفال اللي بيكون عندهم اضطرابات نطقية بصير عندهم انسحاب ورفض للكلام، وبصير عندهم أيضا خجل، لأنه أنا كل ما أجي أتكلم كلمة أو كل ما أجي بدي أعبر بيجي مثلا أبوي أو أمي بعنفوني، فأنا ليش أتكلم؟ بصير عنده رفض لهذا الكلام. فالبيئة المعنفة أو البيئة الغير داعمة أيضا بتأثر على نفسية الطفل وبتأثر على كلامه. بالعكس أنا دوري كأم إنه حتى لو طفلي خطأ خليه يخطأ مرة ومرتين وثلاثة بتعلم، بالعكس أنا بشجعه بسمعه الجملة الأصح بعيد وبكرر معه وبعطيه وقته. ده نصيحتي للأمهات الصبر، أكثر شيء ممكن يستفيد منه الطفل إنه أنا أكون معه صبورة أسمعه أعطيه القدرات الفردية بين الأطفال موجودة. دائما ما أقارن وما أقارن بين طفل الكبير وطفل الأصغر، في هنالك فروق فردية ما في الطفل مثل الثاني، هاي لازم يعني دائما الأمهات تحطها ببالهم. نعم. طيب ايضا من جاب يعني على بقيه الاسئله، لكن لدي ايضا اتصال من الاخت ام راشد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله، اهلا وسهلا فيك، تفضلي. الاخت روز معك. اخت روز، انا عندي ولد عمره 3 سنوات وتقريبا 9 اشهر. ايوه. يتكلم هو، لكن عنده عند المفاهيم قليلة، يعني الكلمات اللي يستخدمها قليلة، مع أنه هو يعني أنا دخلت في حضانة من هو 2 و8 شهور. فدائما يكتبوا لي في تقارير التقييم أنه هو عند الكلمات قليلة، مع أنه يتكلم ويطلب كل شيء، لكن حتى مثلا يبغى شيء يقول هذا إذا تعور يقول لي هني، يعني ما يقول كيف تعور، الجمل عنده قليلة. أها. طيب هو بالحضانة بياخد أي لغة، عربي أو إنجليش؟ عربي. عربي. وانت بالبيت بتستخدمه معه، بتقعدي معه بشكل كبير باللغة العربية وبتقعدي بتحكي معه وتتواصلي معه؟ كل كلماتنا معه بالعربية. نعم. طيب وعملتي فحص سمع بالأساس لإله؟ لا ما سويت. طيب أول إشي أنا بنصحك بس تعملي له فحص سمع تأكيد، لأنه مرات بيكون سمعه أوكي سليم، لكن مرات بتكون عنده سوائل خلف الأذن بتخلي الطفل إنه هو ما بيسمعنا بالطريقة الصحيحة، هو بيسمع اللي حواليه بس ما بيفهم الكلام. ثاني إشي يمكن الطفل نوعه خجول أو مش من النوع المتفاعل كثير مع الأطفال، فهذا الإشي بيخليه إنه هو عنده خجل أو خوف من الكلام. أنت المفروض دورك كأم تشجعيه، تحطيه في مواقف إنه هو يكون عنده مسؤولية أكثر، دافعية أكثر للكلام. دائما استخدمه مع الأشياء المعززة أو المحفزات، يعني هو اليوم مثلا أنا طالع أنت وياه مثلا مشوار، إنه أنت اليوم رح تختار مثلا اسم المطعم اللي بدنا ناكل فيه، أنت رح تختار الوجبة اللي أنت بدك تاكله، أنت اللي لازم تطلب من الأشخاص اللي حوالينا. وكل ما يعمل إشي إيجابي أنت أعطيه محفز، اشتري له مثلا إشي بحبه أو ودي ما كان بحبه، لازم يكون في هناك تحفيز للكلام. حتى المدرس المفروض تأخذ يعني بعين الاعتبار هذا الموضوع، إن هي تحطه في المدرسة في الروضة في مواقف معينة إنها تشجعه على الكلام. نعم نعم إن شاء الله. بس كمان يفضل كمان خليها تشوف أخصائية نطق. نعم. لأساس تعمل له تقييم إنه ممكن يحتاج مساعدة أيضا من أخصائي النطق، مش بس بتغيير البيئة. شكرا لاتصالك، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. طيب بسرعة لأن الوقت انتهى. بالنسبة للأخ أبو حمد أيضا كان يسأل أنه إذا كان هناك مصادر متنوعة أو متعددة للسماع أو لتلقي المعلومات من التلفاز من الأب ومن غيره. أنا جاوبت أنه قلت أنه هو مثلا نحطه بحضانة، نودي على تفاعل أكثر، مثلا لما يدفع أخذه مع أماكن فيها تجمع أطفال أنه أخلي يتفاعل أكثر مع الأطفال اللي محيطين فيه. طيب رسالة أخرى تقول: ولد أخي لديه مشكلة في مخارج الحروف وصار لي 2 سنين وتحسن الحمد لله، لكن لاحظت أن حرف الراء ينطق في بعض الكلمات صح وفي بعض الأحيان لا ينطق بشكل صحيح. في بعض الأحرف السمع عنده ممتاز ولكن مشتت الذهن، فماذا تنصحين؟ هلا تشتيت الذهن غير حرف. نعم. هلا اوكي ممكن انه يتاخر بالنطق بناء على حرف الراء، بس هو عمره 3 سنين قال لي العمر. لا مو مش حافظ. لكن طيب. الى سنتين بالتابع، يعني فربما يكون عمره 4-5 سنوات هيك شيء. اوكي. عادة صوت الراء يكتسب لعمر 7 سنوات فما فوق. صوت الراء يعني هو من اخر الاصوات،
الذي يكتسبها الطفل، لأنه هو محتاج لقوة عضلية لرفع اللسان إلى الأعلى عشان ينتج الصوت. عادة أنا أول ما يجي الطفل عنده مشكلة بحرف الراء بجيب على لسانه إذا كان عنده ربطة لسان. أحيانا بيكون الطفل لسانه مربوط فهي بتأثر أكثر شيء على صوت الراء. ثاني شيء اللي هو هي يمكن بدها تدريب، يعني أنا لازم يعرض على أخصائي يشوف أعضاء النطق، وثاني شيء انتباهه وتركيزه ويعطيه تدريبات بسيطة كيف يطلع هذا الصوت. طيب أيضا الوقت انتهى، لكن الحديث لم ينتهي عن التأخر اللغوي، وكل الشكر لضيفتنا اختصاصية النطق والسمع روز عيسى عبد الغني في مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية. شكرا للمستمعين جميعا.